الله تعالى وبركاته. مدينة وهران دائما مضيافة جمعية راديوز وفية لتقاليدها. اليوم نرحب بحضور البطل الرياضة الجزائرية في الرياضة المدرسية اختصاص ألعاب القوة، ابن بلدية عمر ولاية توغورت بن حبيب المعتز، وكذلك البطلة تاعنا بلسم، الذين حدثوا وأشعلوا صفحات التواصل الاجتماعي في اليوتيوب استقبال كبير حضر به في بلدية عمر في توغورت، واليوم متواجدين في وهران وسيحضون باستقبال كبير وحفل وتكريم كبير بداية من العاشرة ليلا في حديقة سيدي محمد في أمام موبيلار، والجمهور مدينة وهران سيكون بقوة. كونوا معنا حتى نحتفل بأبطال الصحراء. الجزائر مازال راهي بخير، ولاد الصحراء ولادنا، والجزائر واحدة موحدة. بداية من العاشرة ليلا كونوا معنا في حديقة سيدي محمد. السلام عليكم، ما خصكم والو، الكرم والضيافة راهي غاية، راكم فرحانين بالمدينة. السلام عليكم.